عايزين نطمن على تفاصيل اكتر بتتعلق بملعب المباراه، بتتعلق ايضا بفريقنا فريق النادي الاهلي، وايضا ممكن تكون بتتعلق بفريق طلع الجيش. فخلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي المتواجد في استاد الاهلي والسلامه عشان نطمن من خلاله على كل الاستعدادات اللي بتتعلق باستضافه مباراه اليوم. يا فاروق اهلا بيك. كل التحية ليك زميلي العزيز أمير هشام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من استاد الأهلي والسلام. ويعني قبل ساعات قليلة من المواجهة اللي بتجمع ما بين فريق النادي الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر للدوري المصري. يعني أمير من الأهلي بيعود خلاص، بنقفل صفحة الملف الإفريقي والأجواء الإفريقية وبنعود للأجواء المحلية بعد غياب دام لأكثر من 30 يوم. يعود من جديد النادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش وعودة من جديد للأجواء المحلية. تقدر تقول يا أمير النادي الأهلي عقب المران الأخير لفريق النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني طبعا، واعلن القائمه اللي بيخوض بيها اللقاء، وطبعا استمرار للغيابات اللي موجوده في فريق النادي الاهلي، وليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر، وايضا غياب رامي ربيعه واحمد رمضان بيكم، وللنظره او الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني عن هذا اللقاء. لقاء مهم جدا طبعا، انت عارف يا امير مواجهه فريق طلع الجيش اللي كان يعني اخر مواجهه جمعت ما بينه وما بين النادي الاهلي في كاس مصر في نهائي كاس مصر الموسم المنقضي. نتكلم على اللقاء النهارده او استعداد الملعب. عايز اقول لك ان ملعب الاهلي والسلام بيتزين النهارده ان شاء الله لاستقبال اللقاء. حاله الملعب على افضل ما يكون، انت عارف المباراه بتقع يعني تقع تحت تنظيم النادي الاهلي، مفيش افضل من كده طبعا. انت عارف الامور اللي بيتولى فيها تنظيم النادي الاهلي بتبقى على اجمل صوره. يعني من دقائق كان وصول طاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء بقياده حكم اللقاء محمود البنا، اللي بيعاونوا هاني عبد الفتاح مساعد اول ورضا جبر والحكم الرابع عباس حسن، اثنين حكام فيديو وائل مجدي ومصطفى عثمان. كان ليه حديث مع الكابتن محمود البنا، وبالمناسبه دي اول لقاء للكابتن محمود البنا انه يديره للنادي الاهلي هذا الموسم. دي اول مواجهه هيديرها الكابتن محمود البنا للنادي الاهلي، كانت اخر مواجهه كانت لقاء الدور الثاني مع فريق بيراميدز. عايز اقربك ايضا يا امير من كواليس المعسكر الثاني فريق طلائع الجيش اللي بيقوده الكابتن عبد الحميد كابتن عبد الحميد بسيوني، ويعني اللي فرض حاله من السريه بالامس على المران الاخير للفريق، ويعني يشتغل على يعني قال انا عايز يعني قال للاعبين نحاول ان احنا نمتص الحماس اللي هيبقى عند لاعبي النادي الاهلي بعد الاخفاق الافريقي والهزيمه الاخيره امام فريق سيمبا. عايز يستغل هذا الامر، بيستعين يعني بيرجع عنده اربع لاعبين كان غابوا عن اللقاء الاخير اللي كان جمع ما بين طلائع الجيش والقناه في دور ال 32 لكاس مصر، هم عمرو جمال وناصر منسي وعمرو السيسي وخالد سطوحي، اربع عناصر من العناصر الفعاله. كابتن عبد الحميد بسيوني كان طبعا تولى المسؤوليه خلفا الكابتن طارق العاشري، قدر ان هو يستعين ببعض يعني اللعيبه في الفتره الاخيره اللي شفناها تظهر مع فريق طلائع الجيش. ايضا بيشتغل على العامل النفسي، وهو يعني كابتن بسيوني ومع الكابتن ياسر علي طبعا واحد من ابناء النادي الاهلي، عارف قيمه مباريات النادي الاهلي وعارف استعداده الاهلي، بيشتغل على مع اللاعبين على هذا الامر، حاول يركز على بعض الجوانب الخططيه، بحاول ان هو قال يعني لو ما قدرتش ان انا افوز بالثلاث نقاط احاول ان انا ما افقدش النقطه اللي انا جاي بيها. طبعا دي تعليماته للاعبين، لكن ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. عايزك برضو امير يعني اقربك من نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي النهارده هيظهر بالزي الرسمي للنادي الاهلي، الزي الاحمر والشورت الابيض، بينما فريق طلع الجيش هيظهر بالرداء الابيض والقميص الابيض والشورت الاسود، زي المميز لفريق طلائع الجيش. انا موجود معاك يا امير لو في اي استفسار او اي تساؤل. في نقطة كمان مهمة يا فاروق بخصوص فريق طلائع الجيش، وفي بعض اللاعبين المنتشيين بسعادة وفرحة كبيرة جدا بعد تواجدهم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر زي مهند لاشين وأحمد سمير أحد أبرز لاعبي فريق طلائع الجيش، وفي عدد كبير كمان من اللاعبين المميزين في هذا الفريق، لكن ده أكيد هيكون دافع إيجابي بالنسبة لهم عشان يثبتوا أحقيتهم بالتواجد في القائمة، حتى لو قائمة مبدئية بخصوص منتخبنا الوطني اللي أعلن عنها الكابتن حسام البدري، وده ممكن يزود من صعوبة المباراة بكل تأكيد على النادي الأهلي. يعني
نقطة في غاية الأهمية أنت أثرتها يا أمير، هو بالفعل مجموعة الأبيض أو العناصر أنت قلتها عناصر مؤثرة جدا لفريق طلائع الجيش. يعني أنا تابعت مباراة طلائع الجيش الفترة الأخيرة، فعلا مهند لاشين وأحمد سمير الاثنين من اللعيبة المؤثرين جدا في فريق طلائع الجيش. مميزين جدا مع ناصر منسي، مع عمرو جمال اللي بدأ بيستعيد مستواه بصورة أكثر من رائعة، واحد من المهاجمين المميزين جدا في كرة القدم المصرية. طبعا أتمنى له كل التوفيق، بس ما عدا ماتش النهاردة بإذن الله يا أمير. كواحد من ابناء النادي الاهلي كلها، وعايز اقول لك برضو امير انت يعني في هذا الامر ان الكابتن عبد الحميد بسيوني قدر ان هو يلم الاوراق، ان كان فريق طلائع الجيش في بدايه الموسم طبعا كان في تذبذب في المستوى وفي النتائج، قدر ان هو يلم الامور شويه في الفريق ويرجع بعض اللعيبه للملعب. من النقاط المهمه جدا برضو امير اللي يعني انت يعني بنتكلم عليها ان جماهير النادي الاهلي، وانت عارف الطموح اللي عند جماهير النادي الاهلي، يعني كان في بعض الزعل، او مش هقول بعض، كان في زعل كتير جدا من الجماهير على اللقاء الاخير والاجواء الافريقيه والهزيمه امام سيمبا، وليهم حق بصراحه، ان ده الطموح يعني بصراحه، لان الاهلي ما كانش في افضل مستوياته وكان سيء جدا في هذه المباراه بصراحه. يعني هو ده النادي الاهلي امير، وهي دي جماهير النادي الاهلي. انا هسالك امير، وانت كنت موجود مع النادي الاهلي طبعا في تغطيه كاس العالم للانديه، وانت طالع من وانت واخد ثالث عالم وانت فايز على بالميراس، انت كنت موجود في الملعب، الجماهير كانت بتقول لك يا امير السوبر، كانت بتقول لي السوبر يا اهلي، كانت بتنادي للاهلي وانت لسه في اجواء في الاجواء الاحتفال بكاس العالم والميداليه البرونزيه، الجماهير بتطالبك بالسوبر وبالعشر. هو ده طموح النادي الاهلي، وهو ده طموح جماهيره، وهو دايما ان بنقول الرساله اللي كان يعني الجلسه اللي جمعت ما بين الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط مع الجهاز الفني، واعتقد اللاعبين كان ليها اثر بالغ. يعني هو الهزيمه جت كويس، جت بدري، احنا ما كناش نتمناها، بس هي جت بدري شويه. ان شاء الله يعني اللعيبه ان شاء الله تستعيد مستواها، ان شاء الله تكون البدايه النهارده امير، اللعيبه ان شاء الله على قدر طموح الجماهير، ان شاء الله انه هتكون بدايه النهارده لاستكمال المشوار المحلي، وتكون بروفه قويه قبل المباراه الصعبه جدا امام فيتا كلاب ان شاء الله، اللي هتكون ان شاء الله يعني نتمنى فيها التوفيق باذن للنادي الاهلي، كمل مشواره نحو العاشره بمشيئه الله باذن الله. فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا.